الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة موعد جولة جديدة لمراسلي القاهرة الإخبارية حول العالم للوقوف على آخر الأحداث وتطوراتها. ينضم إلينا في هذه الجولة مجموعة من مراسلينا، حيث سيكون معنا إن شاء الله بشير جبر من رفح الفلسطينية، عبد الستار بركات من أثينا، نسير رمضاني من تونس، خالد شقير من مرسيليا، كذلك غيث مناف من أوديسا أوكرانيا. ستكون معنا أيضا دانا أبو شمسية مراسل القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، وكذلك حسين الشيك سيكون معنا من موسكو، وسينضم تباعا مجموعة من مراسلينا. أكد مسؤول أمريكي رفيع أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس بأنها ستنتقم من إيران في الأيام المقبلة، وأن رد الفعل الأمريكي كان عدم تأييد الرد. قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN الأمريكية إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران وإن الهدف ليس نوويا، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ليس لديه تعليق في الوقت الحالي عن انفجارات في إيران. بين تأكيد ورفض وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية لتبني الضربة التي جاءت على إيران، دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية تضعنا في هذه الصورة. دانا أهلا بك. إسرائيل حتى الساعة لم تعلن أنها نفذت هذه الضربة، كل المؤشرات تؤشر إلى ذلك، ولكن لماذا لم تعلن حتى الساعة في حين أن تصريحات إسرائيلية سابقة قالت إن ضربت إيران إسرائيل فإنها سترد من الداخل الإيراني؟ بالفعل رعد، حتى اللحظة إسرائيل لم تتكلم أي شيء أو لم تصدر أي تصريح رسمي يتبنى وتتبنى فيه إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الأراضي الإيرانية، ولربما هنالك عدة أسباب. أولها بأن إسرائيل تقول بأنها غير معنية بتوسيع جبهة المواجهة مع إيران، وتحديدا بسبب ما تحاول الوصول إليه من إنجازات استراتيجية وسياسية بنظرها هي أهم من الإنجازات العسكرية. لربما ما حدث اليوم لا تعتبر إسرائيل كرد قوي وفعال كما كان يطالب أعضاء ونواب يمينيون إسرائيليون في الكنيسة وفي الكابينيت الإسرائيلي، ولكن باعتقاد إسرائيل أن هذه الضربة لربما تحرز إنجازات سياسية استراتيجية متمثلة في تشكيل هذا الحلف الذي كانت تتمناه وتحلم فيه إسرائيل منذ عقدين في تشكيل حلف يقضي هذا التهديد الإيراني والتهديد النووي كما تقول في الشرق الأوسط، وبأن يكون من دول معتدلة عربية في الإقليم، وأن يكون بحضور أكبر الدول لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لذلك ترى إسرائيل بأنها كانت قد استجابت إلى هذه المطالب الدولية بأن يكون الرد الإسرائيلي محصور محدود، وبأن إيران تستطيع احتوائه خوفا من رد إيراني آخر على الرد الإسرائيلي الأخير. ولكن هنالك بعض الأوساط الإسرائيلية، ولربما كانت هنالك تصريحات يتيمة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذا الهجوم، أبرزها كان تصريح وزير الأمن القومي إتمار بن غفير والذي استخدم كلمة واحدة في اللغة العبرية تعني مسخرة، أو باللغة أو بالترجمة العامية كلام فاضي، وهذا ما أشار إليه إلى الرد الإسرائيلي، وهو يحرج إسرائيل أمام العالم وأمام الجمهور الإسرائيلي وأمام إيران، كما ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد بأن هذه تصرفات غير مسؤولة وبأنه صبياني وكان صبياني وسيظل صبياني، بل وكان هنالك دعوة للوزراء المتواجدين بجانبه في الكنيسة أو في حلفه أو في حزبه وإلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بضرورة إقالة بن غفير بسبب التصريحات العنصرية المتطرفة التي قد تشحن من جديد الأوضاع والصراع السياسي من كل الجبهات. في الجانب الآخر، إسرائيل حتى اللحظة بعد مرور 6 أشهر على حربها المفتوحة مع قطاع غزة لم تحقق أي إنجازات سواء سياسية أو عسكرية تذكر، وهذا ما يخيف إسرائيل بأن يكون الرد الإسرائيلي قوي فتضطر إيران للرد عليه، ومن ثم تكون حالة كر وفرمة بين الإسرائيليين وبين الإيرانيين، وهذا لربما يعطل صفة التفاوض التي تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين ضد قسام المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يبقيهم داخل الأسر على حد قول التحليلات الإسرائيلية وصحفيين عسكريين في وسائل إعلام إسرائيلية. وحتى بأن حتى اللحظة إسرائيل لم تحسم موضوعها مع الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، وهنالك كان ربط بأن أي تصعيد مع إيران
سيكون هنالك مواجهة وجبهات مختلفة مما أسمته إسرائيل بوكلاء إيران بأنه ستكون هنالك ضربات مستمرة عليها سواء من لبنان، من سوريا، من العراق ومن طيب اليمن. قبل هذه العملية، قبل عملية ليلة أمس التي نسبت لإسرائيل، كان هناك تصريحات قوية لمسؤولين إسرائيليين وحتى نتنياهو تحدث عن ضربة قوية قاسمة لإيران. هل رشح في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفق المراقبين الإسرائيليين ماهية الضربة التي كان يعلن ويهدد عنها ويتبجح فيها نتنياهو؟ حتى اللحظة لا، وإن كانت هذه الضربة التي كان يروج إليها بنيامين نتنياهو فهو أخفق من جديد، ولربما هذا يزيد انعدام الثقة بينه وبين الإسرائيلي الذي يتوعد بأن يكون هنالك ضربات قاسية مدوية مزلزلة إلى كل من يهدد أمن وسيادة إسرائيل. ولكن حتى اللحظة وسائل الإعلام الإسرائيلية فقط تنقل ما تنقل وسائل إعلام فلسطينية أو حتى وسائل إعلام إيرانية وسورية عن التطورات هناك، وحتى استخدام أو ماهية المواد أو المسيرات التي أطلقت حتى اللحظة إسرائيلية غير واضحة، أي أنه لم يتم تحديد إذا ما تم إطلاق مسيرات أو صواريخ باليستية أو كروز أو ما إلى ذلك. وعادة إسرائيل إذا ما كان هنالك استهداف في داخل الأراضي الإيرانية، ربما هذا ما أستفسره منك، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية تضاربت الأنباء بماهية الأسلحة المستخدمة، قيل إنها مسيرات من داخل إيران، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخرى إنها صواريخ بعيدة المدى وليست مسيرات. ما المرجح أو ماذا ترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية أو المقربين من صناع السياسة في إسرائيل ماهية هذه الضربة؟ مسؤولون مقربون من بنيامين نتنياهو، كانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت تصريحاتهم وقالوا بأن هذه الضربة فقط لإيصال رسائل سياسية إلى الإيرانيين وإلى الحرس الثوري، وبأن إسرائيل قادرة على دخول هذا المجال الجوي وبأن تضرب إيران في عقر دارها. وتحاول إسرائيل من خلال هذه التصريحات أو هذا الهجوم بأن تحفظ ماء وجهها وأن تعيد إلى نفسها قوة الردع الإسرائيلية التي بددتها الصواريخ والمسيرات التي انطلقت مساء أو فجر السبت الماضي. لذلك هنالك أصوات إسرائيلية كانت تضغط على بنيامين نتنياهو لضرورة الرد الإسرائيلي. حتى اللحظة كما ذكرت لا يوجد أي تفاصيل واضحة ولا حتى تقارير نعتبرها رسمية. كانت وسائل إعلام إسرائيلية موثوقة نوعا ما، تحدثت إحداها عن أن كان هنالك مسيرة فقط إسرائيلية التي كان تم رصدها في المجال الجوي الإيراني. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أخرى بالحديث عن 3 مسيرات اجتازت الحدود والمجال الجوي الإيراني. إذن وكان هذا أيضا بعد مشاورات أمنية، ولكن نستطيع قراءة ما قاله مسؤولون أمريكيون أو إسرائيليون لصحف أمريكية بأن إسرائيل تعتبر بأنها أنهت هذا الرد وانتهت من هذا الرد وتحاول فقط إرسال رسائل سياسية، وتحاول أن يكون هذا الرد يمكن احتوائه من قبل الإيرانيين واستغلال الخلف الذي تأسس لمجابهة إيران فيما بعد. ضرب بالريش المتبادل. شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة. أكد نائب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها في إطار القانون الدولي، وذلك بعد التقارير التي تفيد بوقوع هجوم جوي على الأراضي الإيرانية. ودعا بارو جميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط إلى ضرورة الالتزام بضبط النفس ووقف التصعيد لمنع تفاقم الأوضاع بالمنطقة. ننتقل معكم إلى كلمة لوزير الخارجية الأمريكية من كابل. إلى هناك شركاء رئيسيين فيما يتعلق بآسيا، علي أن أتحدث عن بعض الأمور التي ناقشناها وتم اختتامها خلال الأيام القليلة الماضية. كان هناك تصريح فيما يتعلق بمجموعة السبع برمتها. أولا أدانت مجموعة السبعة
الهجمة الإيرانية غير المسبوقة على إسرائيل هي غير مسبوقة في النطاق، لأن هذا الهجوم كان من إيران على إسرائيل، وحجم كان هناك 300 ذخيرة ومسيرة. وأيضا فيما يتعلق، نحن نلتزم بأمننا وأيضا نلتزم بالتخفيف والتهدئة والسعي إلى أن يكون هناك نهاية لهذا التوتر. لقد شهدتم أيضا أو سوف ترون تصريح مجموعة السبعة، وأن يكون هناك التزام بأن يكون هناك حساب لإيران حول أنشطتها وأيضا محاسبتها على أن تقوم باستخدام إمكاناتها الصاروخية. وبالأمس الولايات المتحدة أعلنت مزيدا من العقوبات على إيران باستهداف البرامج النووية وبعض القطاعات، وأيضا كل ما يتعلق بالشركات المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني. وكان تصريح مجموعة السبعة أوضح أنه سيكون هناك عقوبات إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة. حتى وإن كنا نتعامل مع الصراع في الشرق الأوسط ومرة أخرى الهجمة غير المسبوقة لإيران على إسرائيل، لا نزال نركز بشكل كبير على غزة. نحن نحث التنفيذ السريع لالتزامات إسرائيل بالمساعدات الإنسانية والمساعدات بالعبور، وأن يكون هناك تحسين أفضل للمساعدات والتوزيع. نرى أن هناك خطوات مهمة شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع مزيد من المعابر التي فتحت والمزيد من المساعدات التي دخلت والتي وزعت، ولكن نرغب في أن نرى نتائج مستمرة، ونرغب من التأكد أن هذا التوزيع سيكون في جميع أنحاء غزة. أيضا ركزنا على الالتزام بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. هذا وقف إطلاق النار سوف يساعد على المساعدات الإنسانية والعودة إلى الشمال. الأمر الوحيد الذي يقف بين الشعب الغزي ووقف إطلاق النار هو حماس، فهي ترفض الكثير من المقترحات الكريمة من إسرائيل، وأيضا تستمر في الصراع بدلا من وقف إطلاق النار الذي سيحسن حيوات الفلسطينيين. العالم ينبغي وأن يعلم هذا الأمر، وأن يفهم مرة أخرى أن الأمر الوحيد الذي يقف بين وقف إطلاق النار والشعب الغزي هو حماس. مجموعة السبعة كانت واضحة جدا فيما يتعلق بدعمها لأوكرانيا التي تواجه العدوان من روسيا. بوتين يعتقد أنه سوف يفوز بأوكرانيا، ولكن الرسالة هي أنه لا يمكنه. كل عضو في مجموعة السبعة سوف يساهم في الدفاع الأوكراني. كما قلت من قبل، هذا هو الأمر الوحيد الذي شهدته في الأطلسي، وأيضا الشركاء أيضا أصبحوا يقومون بالمشاركة أكثر من ذي قبل. وأود أن أقر بميلوني وذلك لقيادتها الحاسمة. يمكننا أن نرى أمرين مهمين في الوقت الحالي معا. نحن نساعد أن يكون هناك مسار طويل المدى لأوكرانيا، وأن تقف على قدميها عسكريا واقتصاديا وديمقراطيا. أكثر من 30 دولة تشارك في التفاوض وتتفاوض بما في ذلك أوكرانيا فيما يتعلق بمعاهدات تتعلق بالأمن. ومعا أنا مقتنع في يمكننا أن نرى أن أوكرانيا سوف تبني قوة للمستقبل في مواجهة العدوان، ونحن نسعى إلى قيادة القطاع الخاص في أوكرانيا، ونسعى إلى تطوير قطاع الدفاعي حتى يكون هناك توفير أول إنتاج لها في هذا الاقتصاد. وأيضا فيما يتعلق بفتح هذا الميثاق للاتحاد الأوروبي، سوف يكون هناك جذور للديمقراطية. وعلى الرغم من أننا نقوم بكل ذلك، لقد استمعنا من كوليبر أنه إلزامي أنه في هذه اللحظة أوكرانيا ينبغي وأن تحصل على المزيد من الموارد التي تحتاجها للتعامل مع الهجوم المستمر لروسيا، فهي بلا دفاع ولا يوجد. ينبغي وأن يكون هناك مزيد من الذخائر والأسلحة، وأيضا مجموعة السبعة تلتزم بتوفير ذلك. لقد ناقشنا خطوات لتوفير مزيدا من المساعدات ومزيدا للذخائر الأوكرانية، وأيضا لحماية الاستعمال
إعادة شبكاتها الخاصة بالطاقة. وهنا مرة أخرى أعتقد أنه يمكننا أن نرى أن هناك خطوات حاسمة قد اتخذت، ولكن هناك المزيد، وأنا متأكد أن أوكرانيا سيكون لديها طاقة مستمرة لشعبها. وأيضا لدينا جهود، وذلك لإيقاف لنقل الأسلحة، وأيضا ما يتم نقله إلى قاعدة الأسلحة الروسية. لقد شهدنا ما حدث في إيران قبل ما يحدث لروسيا، ولكن فيما يتعلق بقاعدة الدفاع الروسية، المساهم الرئيسي لذلك هو الصين. لقد شهدنا أن الصين تقدم المعدات وأشباه الموصلات والأمور الأخرى التي ساعدت روسيا على إعادة بناء قاعدتها الدفاعية، ولقد قامت بالكثير إلى هذا الأمر. والآن فإن هناك الصين على جانب والتي لديها مشكلة مع أوروبا، ولكن يمكنها أن تقوم بتهديد أمن أوروبا منذ الحرب الباردة. هذا ما استمعت إليه على طاولة مجموعة السابعة. التقدم فيما يتعلق بالحلول لاستخدام الأصول السيادية لروسيا من أجل أوكرانيا أيضا كان على الأجندة، وهنا نحن نعمل على التوصل إلى اتفاقية فيما يتعلق وتتسق مع القانون الدولي وتتسق مع قوانين الدول الأخرى. الكرملين يسمي ذلك سرقة. السرقة الحقيقية هي الحيوات الأوكرانية التي يتم أخذها وتدمير البنى التحتية الأوكرانية، وأيضا حيازة أراضيها. فيما يتعلق باستخدام الثروات السيادية الروسية لإعادة بناء أوكرانيا، هذا أمر مهم، وهذا أمر بطريقة ما وفي يوم ما سيحدث هذا الأمر. وأيضا هذا مكمل، ولكنه لا يعد بديلا عن المساعدات التي ينبغي أن نقدمها في الوقت الحالي لأوكرانيا، لا سيما الميزانية التي تعهد بها الرئيس بايدن والتي ستكون أمام مجلس العموم قبل عطلة نهاية الأسبوع. أود أن أركز على أمرين. أولا، هذا المال وكل ما نقدمه أوكرانيا تحتاجه بشكل طارئ لشعبها، للدفاع عن بلادها والدفاع عن ديمقراطيتها. ثانيا، كما قلت، لدينا الأوروبيين وشركاء الآخرين في آسيا الذين سيقومون بكل شيء لمساعدة أوكرانيا. وأخيرا، كل هذا مكمل وسيتم استثماره في الولايات المتحدة في إنتاج الدفاع، في قاعدتنا الدفاعية، وهذا يعني وظائف جيدة في الولايات المتحدة. أخيرا، ركزنا بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية على التوصل إلى شركاء جدد، وهذا يتضمن الإندو باسيفيكي، وهنا أعتقد أن هذا أمر بناء، لأن هذا سوف يقف أمام روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، وهذا سيضمن أمن أوروبا وآسيا وأجزاء أخرى في العالم، فإنهم متصلين بشكل عميق، وهذا ما استمعنا إليه حول طاولة الحديث خلال الأيام القليلة الماضية. أيضا نحتاج إلى السلام والاستقرار في بحر الجنوب، وأيضا كنا موحدين أن نتحدث عن الممارسات غير العادلة السوقية، لا سيما فيما يتعلق بالإغراق والتي تغرق الأسواق من بلادها بالمنتجات والتكنولوجيا والتي تعتبر بأسعار منخفضة جدا، وهذا يجعلنا نخرج من العمل من السوق. مرة أخرى، هذا طبعا كان مدعاة للقلق المشترك بيننا جميعا. والأمر الآخر هو أن مجموعة السبعة تستمر في العمل والالتزام مع شركاء العالميين، وذلك لتقديم المساعدة في كل مكان. ومثل الاتحاد الأفريقي، كان لدينا الرئيس أمس معه واجتمعنا معه، وكان لدينا مناقشات جيدة، ونظرنا إلى العمل بشكل عملي مع الدول في أفريقيا وما أبعد من ذلك، لأن يكون هناك تحسنات كثيرة في حيوات الأشخاص هناك. ونتيجة لذلك كان لدينا أعضاء مجموعة العشرين والتي ركزت على كيف يمكن أن تلعب أفريقيا دورا جيدا وأن تلتقي وتواجه التحديات
التحديات الإقليمية والعالمية، وأن يكون لديها بنية تحتية تكنولوجية لتحسين إنتاجيتها ولأن يكون لديها صمود، ونحن نلتزم نحو التنمية المستدامة لا سيما فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وأيضا أن يكون هناك مؤسسات مالية والكثير من المصارف متعددة الأطراف حتى يكون هناك تمثيل، وأن يكون هناك استجابة أكثر فعالية ونجاعة عالميا لمواجهة التغيير المناخي وأمن الغذائي والديون وكل ذلك. إذا أجد أن المناقشات والعمل خلال الأيام القليلة الماضية قد انعكس في التصريحات التي سوف ترونها، وأجد أن هذا الأمر ناجح جدا، وهذا سيكون بداية للقادة والذين سيلتقون في يونيو، وأيضا سنستمر في العمل الذي قمنا به هنا وسنستمر خلال الأشهر القليلة القادمة، والقادة سوف يستمرون على ذلك. أنا سعيد بتلقي بعض الأسئلة. So with your indulgence, first on Israel strikes in Iran. Was the U.S. indeed alerted in advance? هناك الكثير من الأمور التي أود أن أتحدث عنها اليوم. الهجمات الإسرائيلية وإيران، ما الذي هل كان هناك اعتراضات؟ إذا كان هناك اعتراض هذا الأمر قبل الهجمات، لقد انتهت الهجمات، هل يكون هناك أي رسائل وأن إيران سوف ترد؟ هل هناك أي تغيير فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني؟ فيما يتعلق بإسرائيل، هناك تقارير قامت وزارتكم بتوصية إذا كان هناك اختراق لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، ما هي التوصيات؟ وأخيرا فيما يتعلق بالتقدير الأمريكي، وإذا كان هناك مساهمة أو تقديم مساعدات لروسيا، إذا كان هناك تقديم للمساعدات الأمريكية للأوكرانيين. فيما يتعلق بالسؤال الأول، التقارير التي شاهدتها، لن أتحدث عن ذلك باستثناء أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمليات عدوانية. نحن نركز عليه وما تركز عليه مجموعة السبعة، وهذا موجود في التقرير وفي مناقشاتنا، هو عملنا، وذلك لتخفيف التوترات ولتخفيف أي صراع. لقد شهدنا أن إسرائيل هي التي تلقت الهجمات، ولكن تركيزنا كان على التأكد من أن إسرائيل يمكنها تدافع عن نفسها بشكل فعال، وأيضا تخفيف التوترات وتجنب الصراع، وهذا لا يزال هو تركيزنا. مرة أخرى لا أتحدث عن أي شيء، لم نكن مشاركين في أي عمليات عدوانية. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، أولا فيما يتعلق بالصين وروسيا، انظري، أعتقد أن ما نشهده هو نتاج العلاقة بين البلدين. لقد استمعنا إليهما قبل هجوم روسيا على أوكرانيا، وأوضحنا للصين، وقامت دول أخرى بالتوضيح للصين أيضا، وينبغي أن يقوموا بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في العنوان ضد أوكرانيا. لم نرى أسلحة مباشرة، ولكننا ما شهدنا ليس فقط التزويد المباشر، ولكن المكونات أيضا والتي تستخدمها قاعدة الدفاع الروسية، والتي تسمح بروسيا أن تستمر في العدوان ضد أوكرانيا، وتساعد روسيا إجمالا على إعادة بناء قواتها الدفاعية وقدراتها الدفاعية. وكان هناك أضرار قد تمت من قبل أوكرانيا، ولكن أيضا من قبل العقوبات، والأمر لا يتعلق بالتهديد المباشر لروسيا على أوكرانيا، ولكن هذا يستمر في أن يكون تهديدا لدول أوروبية أخرى، والأمر ينطبق على كثير من الأمور. فربما سوف يبني علاقات صديقة مع دول في أوروبا، وفي نفس الوقت أن يقوم بزيادة تهديد للأمن الأوروبي منذ الحرب الباردة، وهذا واضح من مناقشاتنا حول الطاولة. وأنا أعتقد أن الأوروبيين قد أعربوا عن هذا الأمر، وسوف يستمرون في الإعراب عن هذا الأمر بوضوح للصين خلال الأيام القليلة القادمة. عفوا، إذا فيما يتعلق بذلك أشرت فيما يتعلق بالعمل على الجدار، هذا قانون مهم جدا وأيضا نطبقه في جميع الأنحاء. ما نفعله هو التحقيقات، هناك تحقيقات جارية، وهذا سيستغرق وقتا وينبغي أن يتم بحذر، سواء بجمع الوقائع وتحليلها، وهذا بالضبط ما قمنا به.
وأنا أعتقد أنه من العادل أن نقول أننا سوف نرى نتائجا قريبا ونتوقع هذا الأمر خلال أيام قليلة قادمة. بالنسبة للسؤال الثاني، لديكم شعور بأن هجمة اليوم كانت محدودة لدرجة أن إيران لن تقوم بالرد أو يكون لديها رد فعل؟ هل أنت متفائل بأن لا يكون هناك حرب كبيرة؟ هناك مشكلة إيرانية، هل تعتقد أنه في المستقبل الدول الأخرى التي لديها علاقات وثيقة مع إيران أن تلعب دورا في التهدئة التي ذكرتها؟ شكرا جزيلا. سأقول ذلك مرة أخرى، لن أتحدث إلى هذه الأحداث. كل ما أقوله من جانبنا وبالنسبة لمجموعة السبعة كلها، فإن تركيزنا كان على تخفيف التوترات وأن يكون هناك صراع أكبر حجما، وأعتقد أن هذا حقيقي منذ اليوم الأول. بعد ما حدث في 7 أكتوبر، مقاربتنا كانت تجنب أن يكون هناك مزيد من التصعيد في كل مكان، وكانت هذه سياسة مشتركة في بين جميع مجموعة السبعة. لقد كنا نشارك جاهزين لتجنب التصعيد وكنا نعمل على ذلك، وهذا مستمر. كدولة رائدة ومشاركة في جميع أنحاء العالم مع العديد من الدول الأخرى التي لديها علاقاتها الخاصة مع الدول المشاركة في الشرق الأوسط والتي لديها الكثير من الخيارات المباشرة، شهدنا خلال الماضي أو خلال 10 أيام أو البضع أسابيع الماضية أن هذه المشاركات كانت ولا تزال غاية في الأهمية، وذلك لإبقاء الأمور هادئة ولتجنب التصعيد وتجنب صراعا أكبر حجما، ونحن جزء مهم من ذلك. أنا أتحدث مرة أخرى فيما يتعلق بمسألة إيران، هل تعتقد أن ردود إسرائيل وإيران محسوبة ومحدودة؟ هل نقوم بتحديد أن يكون هناك حرب أو تصعيد؟ وما هي الرسالة التي أرسلتها الولايات المتحدة للجانبين؟ وأنا أتحدث عن حرب الوكلاء، وإذا سمحت لي فيما يتعلق برفح، موقف الولايات المتحدة واضح جدا، أنتم تعارضون عملية عسكرية في رفح ولا ترغبون في إجلاء 1.5 مليون فلسطيني، ولكن الحكومة الإسرائيلية عازمة على التقدم في هذا الأمر. ما هي خطتكم وهو مقبول بالنسبة للولايات المتحدة؟ وأخيرا فيما يتعلق بمجلس الأمن، الولايات المتحدة تبدو أنها منعزلة وكانت كذلك أمس. حلفائكم القريبين فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية لقد صوتوا لأن تكون فلسطين عضو، الإسرائيليون بما في ذلك بنيامين عارض حل الدولتين. ما هو المسار مستقبلا؟ وهي رسالة للفلسطينيين والمعتدين في المنطقة، إذا كنتم ترغبون في أن يكون هناك عزل للمتطرفين. شكرا على سؤالك. دعيني ببساطة أن أكرر ما كنا نركز عليه وما يزال تركيزنا، تخفيف التصعيد، وبالطبع مطالبة المعنيين بأن يقوموا بضبط النفس، وهذا ما نستمر فيه. هذا منعكس أيضا في التصريحات الصادرة عن مجموعة السبعة كلها. فيما تعلق برفح، لقد كنا واضحين جدا حيال هذا الأمر. كان الرئيس بايدن واضح جدا فيما تعلق بهذا الأمر، لا يمكننا أن ندعم عملية عسكرية في رفح. أولا، هناك 1.4 مليون شخص في رفح ونازحين من أماكن أخرى من غزة، ومنذ ذلك الوقت كان بالنسبة للناس أمر مهم أن يخرجوا من منطقة الحرب ومن الصراع، وبالقيام بذلك أن يكون هناك ألا يكون هناك إضرار بأي شخص، هذه مهمة. وأيضا أن نتأكد من أنهم سوف يكونوا مدعومين بالمساعدات الإنسانية. الأمر الثاني، حتى وإن كان هناك أشخاص تضرروا، طبعا سيكون هناك عدد كبير من المدنيين في رفح، ونحن نعتقد أن عملية عسكرية كبرى بتواجد كبير لهذا العدد من المدنيين سيكون له تبعات رهيبة على هذه
على هذا العدد من الأشخاص. نحن ملتزمون وإسرائيل ملتزمة أيضا بألا يتم سيطرة حماس على غزة، فلقد كان هناك الكثير من الدمار بسبب قيادة حماس، وكان ذلك حتى قبل 7 من أكتوبر. ما قدمته للشعب الفلسطيني لا يتعلق بالشعب الفلسطيني، وكان يتعلق بأهدافها لتدمير إسرائيل. إذن التأكد من أن حماس لا يمكن أن تكرر الأحداث التي حدثت في 7 من أكتوبر، هذا أمر نحن نتحد بشأن، ولكن فيما تعلق بالعملية العسكرية في رفح هذا أمر لا ندعمه، ونعتقد أن الهدف يمكن أن يتم تحقيقه بوسائل أخرى. لقد كنا نشارك في محادثات على مستوى عالي مع الإسرائيليين خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما هذا الأسبوع، هذه المناقشات مستمرة. أخيرا فيما تعلق بقرار مجلس الأمن، أولا نحن ملتزمون، الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى دولة فلسطينية. نحن نعتقد أن هذا أمر حيوي حتى يكون هناك أمن وسلام مستدامين وطويلي المدى، وأيضا هذا أمر مهم، وهذا هو الطموح الذي تحيط بها الحقوق للشعب الفلسطيني، ولكن ينبغي أن يتم ذلك من خلال الدبلوماسية ليس من خلال الفرض. والقرار قد تم تصويت عليه من قبل مجلس الأمن لن يكون له أي أثر على تقدم الأمور فعليا والتوصل إلى دولة فلسطينية. ربما سيكون هذا تحقيقه من قبل الجهود الدبلوماسية. وتبعا لقانون الولايات المتحدة، حتى وإذا كنا نرغب في التصويت لهذا القرار، حتى لو قمنا بذلك تحت القانون سوف نقوم بقطع كل إمداداتنا للأمم المتحدة، وهذا سيضر حتى بالفلسطينيين حيث أن هناك مساهمات للبرامج المهمة بالنسبة لهم. ولكن كما قلت من قبل، نحن نستمر في أن ندعم الدولة الفلسطينية وذلك بضمان أمن إسرائيل، وكنا نعمل على ذلك بما في ذلك كجزء من عملية التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. هذا نشارك فيه بكثافة منذ عدة أشهر وأسابيع ماضية. يمكنك أن تري أن هناك مسار مستقبلي مهم موجود، وفي الواقع شهدنا وذلك قبل الهجمة الإيرانية على إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل يمكن أن نرى مستقبل حيث أن مجموعة متآلفة من الدول تعمل معا للتعامل مع التهديد الإيراني وعزلها، مع أن تكون إسرائيل مندمجة مع المجموعة، وأن يكون لديها علاقات طبيعية مع جيرانها، وأيضا أن يكون هناك حل القضية الفلسطينية، وهذا أمر متأصل في هذا التآلف، وهذا هو المستقبل المهم، وهذا يجيب على أسئلة إسرائيل وعلى تطبيع الأمور في المنطقة. فينبغي أن يكون هناك إزالة للتهديد الخاص بإسرائيل ولأمن المنطقة ولنا، وهي إيران ووكلائها. ولكن حتى نصل إلى هذا الأمر فهذا يتطلب أن يكون هناك الهدوء في غزة وأن يكون هناك دولة فلسطينية. إذن نحن نرى ذلك على أنه من أفضل الأماكن للتوصل إلى نتائج. مرة أخرى يمكننا أن نضع بعض الأمور على الأوراق ولكن لن يكون لها أثر، ولكن ما سيكون له أثر حقيقي هو أن يكون هناك دبلوماسية حقيقية وأن نعمل على توصل هذه الاتفاقيات. مرة أخرى سوف يكون هناك نتائج حقيقية، هذا ما نركز عليه. وأخيرا أود أن أقول ذلك، أيضا علينا ننظر إلى تصريحات مجموعة السبع أمس، فلا هي تظهر وحدة حول هذه المسألة، فهي تقول أنه سيكون هناك وقتا مناسبا، وقتا مناسبا للإقرار، وليس هذا هو الوقت. ينبغي أن يكون هناك دبلوماسية أولا، وأن يكون هناك عمل جدي وجمع الأطراف وجمع المنطقة كلها، وأن يكون هناك إظهار بأنه سيكون مستقبلا أفضل للجميع إذا كان هناك اتباع لهذا المسار. والسؤال الأخير، جيسيكا باركر من BBC.
هلا أولا، لماذا لم تواجه الأحداث التي حدثت في ليلة واضحة؟ كان من المهم أن تقوم بذلك. هل تحدثت إلى الشركاء والنظراء الإسرائيليين؟ وأود أن أعرف كيف تقوم بوصف العلاقات الإسرائيلية والأمريكية في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بأوكرانيا، واضح أن هناك أمور مثارة في الوقت الحالي، وربما سيكون هناك تمرير لحزمة أمريكية لأوكرانيا، ولكن على اعتبار الوقت المستغرق والوضع في أوكرانيا، هل الأمر أصبح متأخرا؟ سوف أكون مضجرا جدا ومملا ولن أقوم بإرضائك، ولكنني لن أتحدث مرة أخرى عما تم تقريره، حيث أن الولايات المتحدة لم تكن منخرطة في أي عمليات عدوانية، فالولايات المتحدة مع الشركاء تستمر في العمل على تخفيف التصعيد. فيما يتعلق بأوكرانيا، الأمر الأكثر أهمية هو الوصول إلى التصويت على هذه المساعدات وتقديمها، وأنا أعلم أن هذا سوف يجعل هناك اختلاف عميق، والتأكد من أن أوكرانيا لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وعن العدوان الروسي. إذا كان هذا متأخرا، لا، هذا ليس متأخرا. إذا حدث الآن فهذا ليس متأخرا، وإن لم يحدث أو استغرق وقتا أطول فإن هناك مخاطرة بأنه سيكون متأخرا جدا، بما في ذلك وزير الدفاع تحدث عن ذلك. هل سيكون من الأفضل إذا كانت المساعدة قد تم التصويت عليها منذ أشهر؟ طبعا، ولكن فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الطارئة لأوكرانيا، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بهذا الأمر فورا، هذا الأسبوع أو عطلة نهاية هذا الأسبوع. أنا مقتنع وكل خبراؤنا مقتنعون أن هذا سوف يحدث اختلافا كبيرا فيما يتعلق بالدفاع الأوكراني ونجاح طبعا ردع العدوان الروسي، ولكن إذا كان هناك مخاطرة، إذا أن هذا سيستمر وقتا أطول، طبعا هناك مخاطرة وهذا سيجعل الأمر متأخرا. نحن منخرطون بشكل منتظم يوميا ونلتزم بمساعدة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، ومن الضروري أن نشارك في دفاعها كما شاهدت منذ عدة أيام وأيضا من قبل بعض الدول الأخرى، ليس نحن فقط، إسرائيل تتخذ قرارها الخاص ولكن نحن ملتزمون بالدفاع عنها ودعمها. ولقد شاهدنا هجمة غير مسبوقة من إيران على إيران، والولايات المتحدة تعمل على أن تتأكد من أن هذا الهجوم لن يكون له تبعات. وحول كل هذه القضايا، سواء العلاقات مع إيران أو الصراع في غزة أو إذا كان في لبنان، هناك الكثير من الأمور، ولكن أيضا هناك تبعات للانخراط مع جميع الحلفاء في المنطقة والعالم. هذا جهد جماعي، وذلك لتخفيف الصراع في الشرق الأوسط ولإنهاء الصراع في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وعلى أي حال، هناك عدد من الدول الأخرى حول الطاولة اليوم لديهم رهائن في غزة تم سجنهم من قبل حماس والمجموعات الأخرى. من المهم أيضا أن نتذكر هذا الأمر، لأن في بعض الأحيان الأشخاص ينسون. لدينا رهائن أمريكيين هناك والذين تم أخذهم في هذا الوقت الفظيع. إذن الجميع يعمل على كل هذه الموضوعات، وما هو مهم وهو أيضا موجود في التصريحات الخاصة بمجموعة السبع، قمنا به سويا، وأنا أعتقد أن هناك تأثير جماعي ودبلوماسية جماعية، وهذا ما يمكن أن يؤتي بثمار وأن يجعل هناك اختلاف لإنهاء الصراع في غزة وعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وأن يكون هناك مساعدات إنسانية وأيضا مساعدة شعب غزة، وحتى نساعدهم على إعادة بناء حياتهم. وكما قلت من قبل، التعامل مع القضايا طويلة المدى المهمة، وذلك لضمان الأمن والسلام بما في ذلك. إذن تابعنا معكم مشاهدينا الأكارم كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من مقر اجتماعات مجموعة السبع بمدينة كابري الإيطالية،
حيث دعا بلينكين كل من إيران وإسرائيل إلى ضرورة خفض التصعيد، كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وملتزمة أيضا بوقف التصعيد في الشرق الأوسط. وصرح في الوقت نفسه بأنه سيكون هناك عقوبات على إيران من مجموعة السبع، كما أشار إلى استمرار دعم الولايات المتحدة إلى أوكرانيا. وبالعودة إلى جولة المراسلين، وتأكيد نائب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها في إطار القانون الدولي، وذلك بعد التقارير التي تفيد بوقوع هجوم جوي على الأراضي الإيرانية. ينضم إلينا من مرسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. خالد، عذرا على الإطالة وانتظارك، ولكن أنت تعلم الهوى ماذا يمكن أن يجري فيه. لو تضعنا في هذه التفاصيل بعجالة، فرنسا تؤكد مرة أخرى على موضوع يعني ضبط النفس وكذلك حق الرد، في حين كان لها موقف يعني مناوئ أو مضاد لهذا الموقف بما يخص القضية الفلسطينية. كيف هو الحال وكيف ترى فرنسا هذا الموقف؟ نعم رعد، بعد التحية، بين موقف ضبط ومطالبة جميع الأطراف حسب البيان بأهمية ضبط النفس وعملية عدم الدخول في ازدياد هذا الصراع، ومطالبة أيضا منذ لحظات من المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية كريستوف لومان، الذي أكد وطالب إسرائيل بأهمية فتح جميع الحدود وإيصال المساعدات الإنسانية فورا، لما أسماه عملية خطيرة للأمن الغذائي تصل إلى حد المجاعة. وبين لقاءات أيضا قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورني مع نظيره الأمريكي، وكانت الملفات حسب سيجورني الذي نشر صورة له هي إيران، غزة، وأوكرانيا، والسودان. نجد أيضا أن الرئيس الفرنسي يجتمع الآن مع رئيس الوزراء اللبناني بقصر الإليزي نجيب ميقاتي، وذلك في محاولة لطفئ النار التي يمكن أن تندلع داخل هذه المنطقة وأن تكون حرب إقليمية. إذن فرنسا بصورة أو بأخرى تقوم بالاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لتهدئة الأمور فيما وممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس أيضا من خلال فرنسا الضغط على الصين لإجبار إيران لوقف التصعيد في المنطقة من ناحية أخرى. ونجد أن فرنسا اليوم تجد نفسها في مأزق كبير، وبصفة خاصة في حالة التصعيد التي هي مستمرة، وبالرغم من أن جريدة ليبراسيون الفرنسية أكدت على أن الضربات الإسرائيلية كانت محدودة ولم تصب أي محطة نووية في الجانب الإيراني، إلا أن تداعيات داخل المجتمع الفرنسي من ارتفاع أسعار الوقود مثلا من ناحية، وانعدام الأمن في حدوث شرخ داخل المجتمع الفرنسي الذي يشمل أكبر جالية إسلامية مسلمة وأكبر جالية يهودية في القارة العجوز رعد. شكرا لك خالد على هذه الإيضاحات، ونعتذر لضيق الوقت. شكرا خالد شقير مراسل القارة الإخبارية من مرسيليا. أعلن الكرملين أنه يدرس المعلومات المتعلقة بالضربة الإسرائيلية المزعومة على إيران، وحث الكرملين في بيان له طهران وتل أبيب على ضبط النفس. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو نقلت لإسرائيل عبر قنوات دبلوماسية أن إيران لا تريد التصعيد. إلى الموقف الروسي، حيث أين يمكن أن تقف موسكو بين هذه المناوشات بين إسرائيل وإيران؟ يضعنا في هذه التفاصيل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو. حسين أهلا بك. إذن لو تضعنا في الموقف الروسي أو ما بين سطور الموقف الروسي، ليس المعلن فقط ضبط النفس، ولكن أين روسيا ستقف، وما هي صحة الأنباء التي تناقلت قبل أيام عن أن روسيا حذرت الغرب من احتماليات التصعيد أنها ستقف مع إيران؟ ما صحة هذه الأنباء؟
نعم رعد، أولا وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية الروسية تحذر من إمكانية تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة بعد التوتر الذي تشهده المنطقة بين إسرائيل وإيران، إلا أن كما ذكرت رعد دائما ما يتم حياكته تحت الطاولة، وخاصة بين الوفد أو بين الجوانب الدبلوماسية لكلا الدول وتحديدا بين روسيا وإيران، هو مخالف للبيانات الدبلوماسية والبيانات الرسمية. بطبيعة الحال الاتصال الهاتفي الذي حصل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، تم خلال هذا الاتصال عرض مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. أيضا الرئيس الإيراني أطلع بوتين على الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الإسرائيلية خلال وزيره الروسي على أن بلاده لا تريد توسيع الصراع في الشرق الأوسط، وأيضا من جانبه الرئيس الروسي أكد على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف. هذا فيما يتم الإعلان عنه من قبل الجانب الرسمي الروسي وأيضا الإيراني. أما ما تم الاتفاق عليه أو كما تحدث بعض المصادر هو على أن روسيا بالفعل سلمت الجانب الإيراني أسلحة وأنظمة دفاع جوي متطورة جدا خلال الفترة الماضية، وعلى أيضا الجهة المقابلة إيران قامت بتسليم روسيا طائرات مسيرة من نوع شاهد بأجيال حديثة، وروسيا أيضا تقوم بإضافة بعض التطورات أو بعض التقنيات على هذه المسيرات. أيضا في التطور نفسه في الأراضي السورية هناك أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعمل في الأراضي السورية، وأيضا هذه الأنظمة هدفها إسقاط أي هدف جوي أو أي شيء جوي يستهدف الأراضي السورية من الأجواء السورية. لذا الطيران الإسرائيلي القوات الإسرائيلية تعمل على استهداف الأراضي السورية من خارج الأجواء السورية، لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعمل فوق الأجواء السورية. بطبيعة الحال رعد، روسيا لا تريد توسع الحرب في الشرق الأوسط لأن القاعدة العسكرية الروسية موجودة داخل الأراضي السورية، إضافة أيضا إلى المصالح الروسية، لكنها أيضا لربما تستفاد من هذه المناوشات التي تحصل في الشرق الأوسط، وخاصة أن هذه المناوشات أبطأت المساعدات الغربية إلى الجانب الأوكراني، وأيضا أعطت القدرة أكثر للجيش الروسي على التقدم في الأراضي الأوكرانية. بطبيعة الحال روسيا وعلى الرغم من العلاقات التي تجمعها مع إسرائيل وخاصة المصالح الاقتصادية، إلا أن علاقتها مع إيران في ظل على متعدد الأقطاب التي تتحدث عنه موسكو تراها ربما أقوى من علاقتها مع إسرائيل. نعم نعم حسين، أعتذر منك فقط لضيق الوقت. حسين مشيك من رأس القاهرة الإخبارية، كنت معنا من موسكو، شكرا لوضعنا في تفاصيل الموقف الروسي. أعلن الحوثيون أن الجماعة شنت منذ بدء الحرب في قطاع غزة هجمات على نحو 100 سفينة مرتبطة بإسرائيل في مياه البحر الأحمر وخليج عدن. يأتي ذلك في إطار ما تقول إنها محاولات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة للضغط والضغط باتجاه وقف الحرب منذ أكثر من 6 أشهر. من جهتها شكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفذت منذ منتصف يناير الماضي ضربات متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن، وشاركت بريطانيا أيضا في العديد من تلك الضربات. تفاصيل أكثر حول الموقف الحوثي مما يجري من تصعيد بين إيران وإسرائيل يضعنا فيها إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية. إياد أهلا بك. أولا، لماذا يعلن الحوثيون الآن في بيانهم عدد السفن المستهدفة، وما هو الرد الحوثي على ما حدث يوم أمس من عمليات استهداف للداخل الإيراني؟ رعد، الإعلان عن عدد الهجمات التي نفذتها الجماعة، عدد أو إحصائية بالسفن التجارية التي تم استهدافها من قبل ميليشيات الحوثي، هذا جاء في خطاب لزعيم الجماعة. هو دائما ما يظهر في مناسبات سواء طائفية أو مناسبات أخرى،
يحدد فيها ما تم عمله، وأيضا إيصال رسائل للداخل بشأن وقوفه مع القضية الفلسطينية، وأيضا عمليات قواته باتجاه السفن. كون هذا الموضوع هو يعني مرسل للداخل، يعني بحيث أن المجتمع اليمني أو يحصل على شعبية أكثر في الأوساط الشعبية، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب منذ عقود. يعني هذه الإحصائية كانت موجهة هذه الإحصائية بإعلان أو بعدد السفن كانت موجهة للداخل. نعم. حقيقة. أما فيما يتعلق بالرد أو موقف الجماعة من التصعيد الإيراني الإسرائيلي، كان موقف الجماعة دعم إعلامي، لم تعلن الجماعة أي عملية عسكرية أو توجيه ضربات بشكل رسمي تجاه الأراضي المحتلة منذ التصعيد الذي حدث قبل أسبوع. ما تم رصده كان لعملية الجماعة كان عبر الإعلام الإيراني حقيقة، أو تسريبات الإعلام موالي للجماعة، ولم يكن من إعلام الجماعة نفسها، سواء عبر قناتهم المسيرة أو غيرها من القنوات الرسمية أو الوكالات الرسمية الخاصة بالجماعة، بأنها نفذت عمليات أو أن لديها موقف واضح باتجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي. لكن في المجمل الجماعة هي إحدى الأذرع الإيرانية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وستنفذ ما يتم توجيهها أو ما ستوكل إليها، ستقوم ببعض المناوشات كما هو واضح في البحر الأحمر وخليج عدن من خلال عمليات استهداف السفن التجارية، وأيضا محاولة ضرب السفن البحرية الحربية في خليج عدن. ونحن ننتظر معك ماذا سيكون الرد بالتأكيد إن كان هنالك من رد. شكرا جزيلا لك إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من عدن على هذه الإيضاحات. أعلنت وكالة الأنباء السورية تعرض منشآت دفاع جوي جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية. وكان مراسل القاهرة الإخبارية أفاد بتعرض مواقع في ريف السويداء ودرعا جنوب غربي البلاد لاستهداف إسرائيلي. وأضاف مراسلنا أن مقاتلات حربية حلقت في المناطق الحدودية الجنوبية لسوريا. الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية يضعنا في تفاصيلها لهذا اليوم خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق. أهلا بك خليل، يعني بعجالة الوقت داهمنا، ما هي التفاصيل لديك الجديدة حول الاستهدافات الأخيرة للأراضي السورية من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم رعد، فجر هذا اليوم استهدفت مقاتلات حربية إسرائيلية مواقع في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا. الموقع الأول الذي استهدفه هو المطار الزراعي في بلدة أزرع، وأيضا كتيبة الرادار الواقعة بين بلدتي أزرع وقرفة تقريبا في ريف درعا الشمالي، تبعد حوالي 60 كيلومتر عن العاصمة دمشق، وأيضا مطار الثعلة العسكري. هذه الاستهدافات رعد جاءت خلال التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، لكن الأبرز في هذا الأمر وما جاء على لسان الناطق العسكري السوري والبيان الذي جاء من وزارة الدفاع السورية، تحدث بأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط ولم يكن هناك أي أضرار مادية. لكن خلال الساعات الماضية كان هناك ترقب وتقريبا وتوتر في عموم المناطق الجنوب في جنوب سوريا، خوفا من الرد الإيراني على القصف الذي تعرضت له منشآت إيرانية داخل إيران، إن كان في المناطق الجنوب وحتى في مناطق شمال شرق سوريا. مصادرنا في تلك المناطق ومن تحدثنا معهم المصادر المحلية في محافظتي دير الزور والحسكة التي تضم القواعد الأمريكية قالوا بأن مقاتلات حربية أمريكية كانت تحلق على علو منخفض تقريبا على طول نهر الفرات في محافظة دير الزور. واللافت أيضا اليوم بأن معدات وآليات عسكرية أمريكية دخلت إلى القواعد الأمريكية في منطقتي حقل العمر وحقل الكونيكوم في محافظة دير الزور، ما يشير أن هناك تصعيد من قبل تلك القوات، ربما تحسبا لأي ضربات تأتي من القوات الحكومية السورية أو حتى القوات الموالية لإيران المتواجدة. نعم. نعم خليل. نعم رعد. نعم خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من دمشق، شكرا على هذه التفاصيل وحفظ الله سوريا وكل الأراضي العربية. إذن مشاهدينا انتهت جولة المراسلين معكم في هذه الساعة، هذه تحياتي وتحيات الكادر المتألق خلف الأضواء، حتى نلقاكم إلى اللقاء.